السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم كلها مزيانه. مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنديروا مع بعضياتنا واحد الطريس اللي بحال هذا الشكل هذا. المهم نتمنى يعجبكم. بسم الله على بركه الله. المهم ملي كنبغيو نبداو كنديروا الطريس ديال واحد هو الاول، يعني راه سبق لي درتو معكم في القناة فيها، بس نعاود معكم واحد جوج درايبات ان شاء الله. كنزيروه شويه باش كيجي واقف. المهم هاد الدريس ديال واحد رانا سبق لي درتو معكم في القناه في الفيديوهات الاولين. كنلويو جوج لويات ندير غرزة الراندا بحال الخيط غيتقاضى. تنلوي بجوج لويات كنديرو هاد الخريصة هادي، نزيدو واحدة أخرى. تيجي زوين تيجي واقف. المهم ان شاء الله غنديرو مع بعضياتنا دابا هاد الطريس هذا، تيجي على هاد الشكل هذا. قيل هذا هو اللي كيقولوا له عينو حاجب. ممكن نخليو واحد العوينه، كنتقلوا للعوينات الدريس الثاني، كنعاودو نرجعو. نديرو هاد جوج خويطات هادو، تنبداو نحبكو عليهم. الحبكة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. تنديرو خمسة د الحبكات. كنلويو جوج لويات باش كنديرو الكرويس. هكا نزيروه مزيان صافي، و كنبقاو نكملو عاود كنحبكو. الحبكة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. كنديرو عشرة د الحبكات. المهم خمسة كنديروهم هنايا و كنديرو هاد الدريس ديال واحد، و كنديرو خمسة عاود في الجهة الأخرى. من بعد كننتقلوا لهاد العوينة هادي، كنديرو فيها غرزة الراندا، كنخليو وحدة وننتقلوا للثانية. كنعاود نرجع. Already
غادي تكون عندنا دوك جوج د الخويطات كنبداو نحبكو عليهم. ممكن نجيب هنايا كنلوي بجوج لويات كنزيرو باش يجي داك الرويس واقف. صافي من بعد كنبداو نحكو عاود الحكات ديالنا عاديين. بعد كننتقلو عاود لهنايا لهاد السنينة وحداها كنخليو وحدة كنزيدو السنينة الثانية كنعاودو نرجعو صافي وكنبقاو نحكو الحكة الأولى ثانية ثالثة رابعة خمسة نديرو خمسة الحبكات من بعد كنديرو هذاك الرويس اللي هنايا هو كنلويو جوج لويات كنزيروه باش يجي مزيان صافي وكنبقاو نكملو على الحبكات ديالنا وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة المهم كنخلي كنجيو لهذا الرويس هذا كنخليو هذا كنخليو هذا الرويس هذا وكننتقلو لهذا الثاني نعاود نرجعو لهنايا بعد الخيط يتسالى لي غنخليه نجيب خيط اخر نعاود نثبتو فوق هذا الخيط هذا صافي وكنبقى نحبك عادي عاود بحال الاول وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة من بعد كنلوي جوج لويات نقطع هاد الخيط هذا من بعد كنديرو ديك السنينة ديال واحد
ما بين 5 و5 صافي. من بعد كنعاود ندير الخمسة الاخرين عادي. الطريس كيجي زوين في جليلبات في طماط، كيجي سوا المنيطر ديالو زوين. صافي كنساليو دوك الحبكات، كنتقلو لهاد السنينة هادي تيجي على هاد الشكل هذا. كنخلي وحدة، كننتقل للثانية، كنعاود نرجع. بعد كنبقى نحبك على دوك الخويطات اللي تكونوا عندي، جوج ثلاثة أربعة خمسة كنلوي بجوج لويات، كنديرو السنينة. من بعد كنبقى نحكو عادي عاود. من بعد كنبقاو نحكو عادي. نديرو خمسة الحبكات ديالنا، من بعد كنتقلو لهاد السنينة هادي، كنزيرو باش ميبقالناش بيناتهم الفرق. صافي كنخليو وحدة، كنتقلو للثانية، جوج ثلاثة أربعة خمسة. بعد ملي كنديرو خمسة كنجيو ما بين هاد الحبكات، كنلوي جوج لويات، كنزيرهم بيدي هكا. صافي كندير السنينه ديال واحد، صافي وكنبقى عاود نحبك عادي. صافي من بعد كنثبتو هنايا باش ما كيبقاش لينا الفرق ما بين هاد الدريسه وهادي. المهم كيجيو على هاد الشكل هذا، نتمنى يكونوا واضحين. المهم البنات هذا هو الدرس ديال اليوم، الى عجبكم ما تنساوناش من لي لايك ومن البارطاج مع اصحابكم وحبابكم، و الى عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم البنات، الى فيديو جديد ان شاء الله.